الصورة الجماعية ناخدها سيرسي بس بعد اذنكم بقى المهرجان ويعني تقدير كويس جدا الحمد لله من النقاد والجمهور وبشكر شركه فنون مصر على انتاج العمل القوي رحيم. الحلقات الجديده من مسلسل الاب الروحي شايفها البدايه ازاي وتفاعل الجمهور معاها ازاي؟ الحمد لله يعني هو مسلسل ناجح من الجزء الاولاني وهيكمل ان شاء الله الجزء الثاني ده باذن الله هيعجب الناس قوي ان شاء الله. لسه والله لسه في حاجات